الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح أحاديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من خلال شرح هذه الأحاديث وتبيان ما تحتوي عليه هذه الأحاديث من فوائد ومن درر. وكذلك لا ننسى أن نبين مقاصد السنة النبوية الكريمة، مقاصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في هذه الأحاديث المباركة. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث، ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، انتظرونا. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا نزال معكم في شرح كتاب الأدب. وحديثنا هذا حديث أبو شريح، وبوابه البخاري عليه رحمة الله تعالى بقوله: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه أي شروره. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ أي من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، كما ذكرنا بوائقه البوائق أي الشرور. فلا شك أن الجار له منزلة عظيمة، الجار له منزلة كبيرة، لذلك علينا أن نقدس وأن نقدر هذه المنزلة العظيمة لهذه الجار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل أوصاه بالجار، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت أنه سيورثه، سيجعله من أصحاب الإرث الذين يرثون من هذا الجار إذا توفي، وما ذلك إلا بعظيم وكبر هذه المنزلة العظيمة لهذا الجار. هذا الجار الذي يسكن بقربك سنوات طويلة، ربما سنة، سنتين، 10، 20، 50، والله ربما 70 سنة، ولا نزال نتذكر كثير من الجيران وهذه خصلة أيضا حميدة يمتاز بها أهل الكويت، أنهم دائما يذكرون جيرانهم بخير ويتواصلون معهم إذا خرج الجار. وأذكر أن الوالد رحمه الله تعالى عندما يعني باع جارنا بيته وذهب إلى منطقة أخرى، كان يجمعنا كلنا ونذهب إلى هذا الجار، نسلم عليه ونجلس عنده ونسأل عنه عن صحته. فهكذا ينبغي أن يحرص رب الأسرة على التواصل مع الجيران، سواء الجيران الذين يسكنون بقربك أو من كان يسكن بقربك ثم ذهب إلى مكان آخر.
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله، أو قيل يا رسول الله من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذا زجر شديد من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يؤذي جاره بالأقوال أو الأفعال. وللأسف هناك من اعتاد على إيذاء جاره بسلاطة اللسان، بالسب، بالشتم، وربما ضرب أبنائهم، وربما الأبناء يضربون جارهم بالصخر أو تكسير السيارات أو برفع المذياع أو بجلب الكلاب أكرمكم الله. كل ذلك للأسف من إيذاء الجيران الذي لا يجوز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا الإيمان عن يعني هذا الإنسان الذي يعني يؤذي جاره. والعلماء لهم شرح لهذه الكلمة، يعني عندما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا أن هذه الكلمة يعني ليست المقصود بها إخراجه من الإسلام وينتفي عنه الإيمان. فهذا الحديث يحمل على نفي يعني الكمال الواجب، بمعنى أنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب فيكون مستحقا للعقوبة، لأن كمال الإيمان يعني منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. طبعا كما ذكرنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق هي من البائقة، وجمعها بوائق من الشرور، وهي الداهية، وهي الهلاك، وهي المهلك الشديد، بمعنى أن الإنسان ما يظلم جاره ولا يتعدى على جاره. لذلك يقول الشيخ ابن جبرين عبد الله بن جبرين العلامة رحمة الله عليه تعالى، يقول يتعلق هذا بالجار، والبوائق هي الغوائل والأذى. يعني إذا كان جارك لا يأمنك أيضا أن تبوقه من البوق، من السرقة، من الاختلاس، والأخذ بخفية شيئا من ماله. كذلك كذلك من البوائق أيضا ضرب ولده أو إيذاءه وما أشبه بذلك. فيقول فذلك المؤمن لا يكون مؤمنا حقا. هذا الإنسان كأنه ما كان مؤمنا حقا، حق الإيمان، حتى يأمن جاره غوائله وأذاه. لذلك قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وغيرها من الأحاديث التي جاءت. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد، أهمية حقوق الجيران. الجيران له حق، تسلم عليه، تزوره، تسأل عنه، تحترمه، لا تؤذيه، لا ترفع صوت المذياع، لا تجلب الكلاب فتؤذي جيرانك وبنباح هذه الكلاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا دائما في الأعمال الصالحة، وأن نتعرف على هذه الحقوق الكريمة الطيبة التي هي من حق المسلم على المسلم، ومنها احترام الجيران. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.